اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا اللي جاب لنا وليداتنا. الحمد لله، الحمد لله على وليدات كاملين والوليدات اللي باقيين تما حتى هما الله يجيبهم على خير. عانيتو في هذه السيمانه بزاف بزاف، مابقيناش كنعسو بزاف، عانينا بزاف وليداتنا تما حتى هما. وكنشكروا جلالة الملك الله يطولنا في عمره، الله يخليه حتى فوق راسنا. الحمد لله، الله يحفظه لينا. الحمد لله يا ربي، حمدناك وشكرناك يا ربي. حاجه شنو تقولي لنا على هذه اللحظه المؤثره؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. كانت بنت اختي هاي الام ديالها كنتسناوها بفارغ الصبر اسبوع عادي، وحنا ما كنعسوا لا ليل لا نهار، واحد الحاله لا يرتالها. الحمد لله ملي جاونا على خير، الحمد لله. وكنشكروا السلطه وكنشكروا سيدنا، اللهم لك الحمد. صراحه كانت معاناه، حيت الطريق كانت ما كناش عارفين ملي طريق امينه، يعني كنت مقمر وصافي، ولكن الحمد لله دازت الامور بسلام وقدرنا نوصلوا للحدود. ملي وصلتوا للحدود لقيتوا شي رعايه من السلطات؟ الصراحه كان استقبال غايه في الروعه، وكانوا حتى الناس اللي استقبلونا يعني وفرونا كاع الاجراءات اللي كنا محتاجينها وسهلوا لنا الاجراءات حتى وصلنا لمكان الاقامه وقطعنا اللي بيدينا وجينا. حسب العلم ديالكم باقيين طلبه بزاف اللي باقي محاصرين في المدن الاخرى، وشنو هي المدن؟ صراحه مازال كاينين طلبه كثار، خصوصا في المدن الكبار اللي هما خاركوف وكييف. وسائل المواصلات قليله والطريق غير امنه، يعني القليل اللي كيقدروا يسلكوا بالطريقه من الطرق. وتا بالنسبه للقطارات كيكون فيهم ازدحام وكيكون كتكون فوضى، يعني كيكونوا مشاكل كثيره. وكنتمنوا ان شاء الله يقدروا حتى هما يخرجوا بسلام ويوصلوا للديور ديالهم سالمين ان شاء الله. حنا مشينا دوزنا، مشينا خدينا اوتيل هنايا الدراري بخمسه، من بعد اتصلنا بالسفاره تلقاو لينا عطاونا مسكن ماكله كلشي. الحمد لله على سلامتكم. شنو كتقرا تما في بولا؟ داير هندسه مدنيه العام الرابع ديالي. يعني بقى العام الاخير عندي الباشلور هذا العام، العام الجاي عندي الماستر. بالنسبه للجامعه تما شنو كيقولوا لكم؟ يعني شنو الافاق ديال الدراسه ديالكم والمستقبل ديالكم؟ ما عندنا حتى شي فكره لحد الان. المهم لحد الساعه عندنا 12 يوم محبوسه القرايه تما، هذا الشيء اللي قالوا لنا هذه الساعه. مازال ما كاين حتى شي فكره من موراها، ما عرفناش، ما عندناش شي فكره. يعني مصير مجهول، ما كتعرفوش. مصير مجهول، والان الحمد لله انكم بعدك سلكتوا. هذا هو اللي مهم، الحمد لله اننا خرجنا من ذاك الحرب. الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. اشنو تقول لنا في هذه اللحظه التاريخيه اللي رجعتي للمغرب؟ الحمد لله على خير. فرحنا طبعا فاش رجعنا لبلادنا. كان كاين شويه التوتر فاش سمعنا الحرب وكل شيء، كلشي داز بخير. علاش ما رجعتوش المره الاولى؟ يعني اللي كان نداء، واش الجامعات ديالكم فرضوا عليكم انكم ما ترجعوش، ولا ترددتوا، ولا قلتوا ما تكونش حرب؟ بجوج، يعني الجامعات قالوا لنا بلي ما كاينش قرايه اونلاين، وحنا ما كنسمحوا في قرايه على اي حاجه. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، شكرا. عاودي لينا على يعني هذا الاحساس ديالكم، انت كتجي للمغرب وهربتي من الحرب. الحمد لله، حنا فرحانين حيت وصلنا بخير وعلى خير. والدينا كانوا مقلقين علينا، وان شاء الله يتم الاجلاء حتى للطلبه اللي باقيين عالقين في سومي، في خاركوف، في المدن اللي فيهم القصف ان شاء الله. باقيين بزاف ديال الطلبه تما؟ لا باقيين تبارك الله بزاف ديال الطلبه. ما قادرينش يخرجوا باش انهم يمشيوا الحدود ديال شي دوله باش يخرجوا. الوضع ما ماشي امين. لا ابدا. راه انتما كفتيات، انت جالس وكتقول في اي لحظه طيح عليك شي صاروخ شي حاجه. انت عشتي هذه اللحظه هذه؟ بيان سور، ولكن الحمد لله غير نهار الاول حنا ما طولناش بزاف، خرجنا على طريق مالدوفيا، واخا تكرفسنا شويه بقينا ثلاث ايام وحنا على برا. هذا هو السؤال ديالي، انتما كفتيات واش تعرضتوا لشي ضغوطات، لشي حاجه عنصريه مثلا؟ لا بالعكس تماما، كان في مالدوفيا وفي رومانيا بالعكس ناس كانوا تخير جونتي بزاف، كيتعاملوا معنا، يجيبوا لنا الماكله، يقولوا لك يلاهم معنا للديور، تباتوا معنا. الحمد لله كان مزيان، واخا هكاك تكرفسنا شويه في الحدود، ثلاث ايام وحنا بايتين برا. جيت من اوكرانيا ولكن كنت في بولونيا دابا. بولونيا الحمد لله جيتوا على خير، ما تعرضتوش لشي تعب شي ضغوطات؟ لا كاين تعب، كان واحد 4 ايام دازت علينا شويه صعيبه على كاع الطلبه اللي كانوا تما. شنو كنتي كتابعي الدراسه ديالك تما؟ ندير فارماسي. لا فارماسي، اش من سنه؟ السنه الثالثه. يعني الجامعات ديالكم شنو قالوا لكم يعني في الظروف هذه ديال الحرب؟ يعني هما في الاول قبل هادشي كانوا كيقولوا لنا ما عادش تكون لا حرب لا والو، ولكن من بعد فين صارت الحرب يعني بداو كيقولوا لنا بحال كيصبروا فينا، ونتي حتى حنا ما كناش متوقعينه وهذا، ولكن هما السبب حيتاش وقفوا لنا الوراق، يعني كان اللي داو ليه الباسبور،
يعني شحال من حاجه يعني ما قدرناش نتحركهم الجامعة. ودابا شنو المصير ديالكم؟ يعني ما عندكم شي معلومه انهم تتابعوا الدراسه عن بعد؟ شنو غديروا حتى توقف الحرب وترجعوا؟ شنو كاين؟ ما مازال ما عرفنا دابا لحد الساعه. يعني انا معلقين حتى حنايا بحال يعني حتى واحد ما عنده شي اخبار. كاين شي جامعه ضربوا في اوكرانيا يعني حتى كاين شي واحد يعني حتى الباكات ديالهم راه مشاو. الحمد لله ما وصلنا بعدا على خير. الحمد لله. الحمد لله قلوبنا مع المغاربه اخرين اللي باقي ما وصلوش. ان شاء الله الله يسلمهم ويوصلوا ان شاء الله. راه تما تيتكفصوا ان شاء الله دخل السفارات باش يخرجوهم من مدن بحال خاركوف والسومه اللي فاتت ان شاء الله. شكرا جزيلا.